كانت تعبانة شوي، يعني صعب التنفس عندها وتعبانة يعني بشكل طبعا. بس أنا مش عارف شو اللي موجود عندها هذيك الساعة. استدعت الإسعاف الهلال الأحمر، قالوا لي جهز حالك هينا خلال 10 دقائق احنا جايين. والله فعلا جهزت انا على اساس انه بس يجي البلوم تنزل تركب. اتصلوا فيي بعدها 10 دقائق، يعني بعد ما اتصلت فيهم انا ب10 دقائق اتصلوا فيي قالوا لي يا عمي احنا محجوزين، هي عند الجيش حاجزنا ومش مخلينا نمرق، جيبها في سيارة تاكسي وبتلاقينا على المخصوص. لا لا 5 دقائق بس، كان التاكسي موجود عندي، ركبتها في التاكسي ومشينا. اما كانت تعبانه، كانت هي تعبانه تقول يعني مشان الله يسعفوني. انا وقفت هون والجيش كان هون يعني. هون بالضبط عند الحجر هذاك كان اصلي. وين حجر اجتوني؟ انا الساعة 2 وصلت هون ووقف، نزل جوزها واحكي للجيش قالوا له ممنوع مسكر. هم نادوا علي وين رايح؟ قلت لهم انا جاي عليكم. فعلا ميلت عندهم. شو في؟ قلت لهم هيك هيك، هي مرتي في قلب السيارة بتموت قاعدة، بدي افوت. قالوا ممنوع مشان الله، مشان النبي، مشان الانبياء، مشان محمد، انه خلينا امرك لانه مرتي بتموت قاعدة وبدي ادخلها المستشفى. قالوا ممنوع. يعني من كثر ما اني حاورت الجندي انا وشديت عليه رفض بالمرة. قدمت انا بقول لك قدمت عليه مسكته وبسته، يعني رغم اني انا حالة خطر عارف انه في خطر علي هذا، لكن انا مش سائل لا عن خطر ولا اشي. خلص المهم بدي انكر، ما فيش فائدة. كان مسكني دفعني لـ5، يعني مسكت نفسي والا كان جيت على ظهر الدنيا. كانت مطر شوي هيك، رجعت وركبت في السياره وقلت له يلا خلينا نمشي. ومن حديت الحجار المخصوم ما بتستناش 5 دقائق، يعني صار 4 دقائق بنكون موجودين عند الدكتور. غمرها عرق شديد وكانت غير قادره حتى على الحكي بسهوله. فحصتها في داخل السياره وكان وضعها في مي في الرئة، هاي اسمها استسقاء الرئة. وبالتالي هذه المريضة لو وصلت المستشفى بالوقت المناسب وأخذت الأبر المناسبة وأخذت الأكسجين المناسب لكان مع مشيئة الله تم شفائها. كان الضغط عندها متدني كثير وخلاص روحها يعني. أما هو ما كان ليش يعني أنها بحالة نهاية، لا. قريت هنا كيت عبد الفتاح، نزلت انا وياه. هيدر عبد الفتاح هون موجود مش بعيد يعني في راس الحبلي هذه. نزلت انا وياه هون، وقفت السياره هون بالضبط محل ما انا واقف، ونزلناها من السياره انا وعبد الفتاح. اما لما نزلناها يعني كانت منتهية على اخر رمضان، منتهية خالص يعني. صار يحاول عبد الفتاح بده ينقذها، يعني يعطيها دقات على القلب وينفخ في فمها كمان، وما لا حياة لمن بدون فائده يعني. وسلم هذا اللي كان، هذا اللي حصل يعني كله يعني.